أهلا بكم إلى حصاد السعيدة. رئيس الجمهورية يلتقي رئيس الوزراء خالد بحاح ويدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة. الحوثيون يسيطرون على مدينة يريم وأحزاب اللقاء المشترك تطالب بسرعة تشكيل الحكومة وتدين اقتحامات منازل المواطنين. مسيرات في الحديدة تطالب بخروج المسلحين من المدينة وتعز تعلن رفضها للجماعات المسلحة وتطالب الدولة بالحضور وبسط النفوذ. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفق الاتفاق السلمي والشراكة، وحث الرئيس هادي خلال استقباله اليوم المهندس خالد بحاح المكلف بتشكيل الحكومة، حثه على ضرورة الالتقاء بمسؤولي المكونات والأطراف السياسية لاستكمال العمل على تشكيل الحكومة الجديدة بناء على معايير النزاهة والكفاءة والخبرة. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة اختيار أفضل الكوادر وبما يعزز الشراكة الوطنية نظرا لأهمية المرحلة التي يمر بها اليمن حاليا وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي بعيدا عن المماحكات السياسية والتجاذبات التي تؤثر سلبا على الأداء الحكومي. من جهته أشار رئيس الوزراء خالد بحاح إلى أنه سيعمل مع الجميع لإنجاز المهام المحددة في اتفاق السلم والشراكة واستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. تسلم رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم أوراق اعتماد السفير محمد سعيد آل جابر بمناسبة تعيينه سفيرا ومفوضا فوق العادة للمملكة العربية السعودية لدى اليمن. وعقب إجراء المراسيم المعتادة للسفير آل جابر ناقش مع الرئيس هادي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد وكذا القضايا والمسجدات على الساحة الوطنية والخطوات الجارية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وفي اللقاء ثمن الرئيس هادي دعم المملكة العربية السعودية اليمن في مختلف الظروف وفي كافة المجالات متطلعا إلى المزيد من التعاون بين البلدين لخدمة العلاقات بين الشعبين الشقيقين وبما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة باعتبار أمن واستقرار اليمن من أمن واستقرار المملكة. من جهته جدد سفير السعودية موقف المملكة الداعم لليمن لمواجهة التحديات المختلفة واستكمال كافة استحقاقات المرحلة الانتقالية وتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وكذا التنفيذ الكامل والدقيق لاتفاق السلم والشراكة الوطنية. وصل قائد المنطقة العسكرية الرابعة بعدن اللواء محمود الصبيحي وعدد من المسؤولين الحكوميين بينهم محافظ لحج أحمد عبد الله المجيدي وصلوا صباح اليوم إلى منطقة رأس العار القريبة من باب المندب. وقالت مصادر محلية أن اللواء الصبيحي التقى بعدد من المسؤولين المحليين والشخصيات الاجتماعية وزعماء قبائل في المنطقة حيث كرس اللقاء لمناقشة التطورات الأخيرة والمخاوف من تقدم الجماعات المسلحة صوب باب المندب. وأكد زعماء القبائل استعدادهم للتصدي لتقدم أي جماعة مسلحة في مناطقهم واتفق المشاركون في اللقاء على توحيد الجهود حيث من المتوقع أن يتقدم المئات من أعضاء اللجان الشعبية صوب باب المندب للمساعدة في حماية المنطقة من أي تقدم للجماعات المسلحة حد تعبير تلك المصادر. قالت مصادر محلية بمحافظة البيضاء إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي الحوثي وعناصر تنظيم القاعدة في مناطق بمديرية ردع. ووفقا لتلك المصادر فإن هذه الاشتباكات بين الطرفين وقعت في المناطق الحدودية بين مديرية المناسح قيف ردع وبين عنس بمحافظة ذمر، كما شهدت مناطق الحميدية والكسار وقاع الفيد على طريق ذمر ردع مواجهات عنيفة بين مسلحي الحوثي وعناصر القاعدة. المصادر ذاتها أشارت إلى أن المواجهات التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
أكدت مصادر محلية بمدينة يرين بمحافظة ثيب أن مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين تمكنوا اليوم من بسط سيطرتهم بشكل كامل على المدينة بعد معارك استمرت زهاء يومين مع مسلحين قبليين. وقالت المصادر إن الحوثيين أقاموا عدة نقاط أمنية في شوارع مدينة يرين بعد سيطرتهم الكاملة عليها، كما قاموا بتفجير منزل القيادي بحزب الإصلاح الشيخ علي مسعد بدير وكذا المستشفى الطبي الخاص به. أظهرت صور نشرتها مواقع تابعة لتنظيم القاعدة على الإنترنت بعضا مما وصفته تلك التسجيلات بعمليات القاعدة ضد جماعة الحوثي. ووثق مقطع فيديو عرضه التنظيم ما قال أنها عمليات قصف لمقار تابعة لجماعة الحوثي وقنص أحد أتباعه، واعترافات أشخاص يقول التنظيم وفقا للتسجيل المرئي أنهم أسرى لديه، ومن بينهم مدير الأمن السياسي بمدينة دمت. وفي التسجيل المصور توعد متحدث عرف بأنه الشيخ نصر الآنسي توعد الحوثيين بمزيد من العمليات والمواجهة المستمرة. توقفت الدراسة في جميع مدارس مدينة إب جراء المخاوف من تجدد المواجهات في المدينة بين مسلحي القبائل والمسلحين التابعين لجماعة الحوثي بعد دخولهم إلى المدينة. مصدر محلي قال أن مكتب التربية بالمحافظة أعلن إيقاف الدراسة في جميع مدارس إب حرصا على سلامة الطلاب، مضيفا أن المدينة شهدت تراجع في حركة السير بسبب المخاوف وأن مسلحي طرفي الصراع ما زال في المدينة ولم ينسحب. كما أقر مجلس جامعة إب اليوم تعليق الدراسة في مختلف كليات الجامعة لمدة أسبوع، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها المحافظة. كما أعلنت رئاسة جامعة البيضاء تعليق الدراسة بكليتي التربية والعلوم الإدارية بمدينة ردع للعام الجامعي ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأحداث التي تعيشها مدينة ردع ومديرياتها السبع هذه الأيام. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور سيلان أحمد العرامي في تصريحات له أن قرار تعليق الدراسة اتخذ تجنبا لأي أذى قد يصاب به أعضاء هيئة التدريس وموظفيه وطلاب وطالبات كليتي التربية والعلوم الإدارية بمدينة ردع. طالب اللقاء المشترك بسرعة تشكيل الحكومة، وعبر في ذات الوقت عن بالغ قلقه لبطء سير عملية التنفيذ لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني وتجاوز بعض المهام للآجال الزمنية المحددة لها. وأدان المشترك وبشدة في بيان له اليوم كل إجراءات القوى والعنف والمناهضة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية والمخالفة لها، وعلى وجه التحديد عملية التمدد الجارية للميليشيات المسلحة التابعة لأنصار الله وحلفائهم في بعض المحافظات وما ترافق معها من أعمال قتل وعنف وسطو على الممتلكات العامة والخاصة وأجهزة ومهام الدولة. ودعت أحزاب اللقاء المشترك أنصار الله وحلفائهم إلى الوقف الفوري لتلك الممارسات والخروقات وسحب المسلحين من كل تلك المحافظات والمدن المختلفة بما في ذلك العاصمة صنعاء وتهيئة الأوضاع للتنفيذ السلس لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني وتمكين أجهزة الدولة من ممارسة مهامها الوطنية كاملة حسب ما تضمنه البيان. تظاهر المئات من أبناء محافظة الحديدة اليوم ضد التواجد المسلح في المحافظة. مصادر محلية قالت أن المئات من أبناء الحديدة خرجوا بمسيرتين أحداها مسلحة والأخرى سلمية مطالبين بإخراج المسلحين الحوثيين من المدينة. المسيرة السلمية الذي نظمها نشطاء وعدد من منظمات المجتمع المدني انطلقت من شارع جمال وسط المحافظة واتجهت إلى مبنى المحافظة، بينما انطلقت المسيرة المسلحة الذي نظمها الحراك التهامي من نفس المكان وطافت عدد من شوارع المدينة وهي تحمل الأسلحة والشعارات تطالب برحيل جماعة الحوثي من المدينة.
نظم العشرات من شباب تعز ونشطاء ثورة 11 من فبراير اليوم مظاهرة للمطالبة بحضور الدولة وأجهزتها الأمنية ورفضا للجماعات المسلحة في مدينة تعز ومختلف محافظات الجمهورية. وفي المظاهرة التي انطلقت من أمام مكتب التربية والتعليم في شارع جمال وسط المدينة وصولا إلى أمام ديوان عام المحافظة، رفع المتظاهرون شعارات ترفض تواجد المسلحين في مدينة تعز وتؤكد على مدنيتها، وكذلك للمطالبة بحضور الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية لفرض الأمن وتطبيق القانون في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وفي بيان المظاهرة دعا المتظاهرون كافة أبناء المحافظة بكافة أطيافهم وألوانهم ومكوناتهم السياسية والاجتماعية للوقوف صفا واحدا في الحفاظ على مدينة تعز وتمدنها وتعزيز هذه الخاصية التي مثلت أرضية للتعايش المجتمعي الآمن بعيدا عن أي خلفية جهوية أو مذهبية، وكذلك الرفض التام لأي جماعات مسلحة من أي جهة كانت وتحت أي ذريعة. أصدر حلف قبائل البيضاء اليوم بيانا أكد فيه عدم قبولها بأي جماعة مسلحة من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة واستقرار وأمن وسلامة أبناء المحافظة وجعلها مسرحا لقتال طائفي. وأعلنت قبائل البيضاء عن رفضها أي تواجد مسلح للحوثيين تحت أي ذريعة أو مسمى يتخذوها وبعدم السماح بدخولها وبتواجدها داخل المحافظة، بالإضافة إلى رفض سحب أو استحداث أي قوات في المحافظة أو أفراد تحت أي ذريعة أو مسمى أو دواعي أمنية. وقال حلف قبائل البيضاء في بيان صادر عن اجتماعه اليوم بقاعة المجمع الحكومي بمحافظة البيضاء، قال إنه في حال عجز هذه القوات عن أداء مهامها والقيام بواجبها فإن القبائل مستعدة لتحمل مسؤوليتها وتجهيز أبنائها من رجال القبائل للدفاع عن المحافظة، وعلى الدولة اعتماد تجنيدهم. تمكنت الفرق الفنية من إصلاح أنبوب النفط في مديرية صرواح بمحافظة مأرب والذي كان قد تعرض للتفجير في نقطة كيلو 87 بمنطقة أمشير في 15 من الشهر الجاري. وقالت إدارة أمن محافظة مأرب بحسب مركز الإعلام الأمني إنها وفرت للفريق الفني الحماية الكاملة ولازمته مع معداته منذ تحركه وحتى الانتهاء من عملية إصلاح الأنبوب. دشنت اليوم بصنعاء المرحلة الأولى من حملة سلام المطالبة كافة الأطراف والمكونات السياسية اليمنية بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني. تفاعلات المشهد السياسي وما جرى خلال الأيام الماضية من أحداث أقل ما توصف بالدرامية والتي إلى الآن لا تزال أثارها على الأرض جعلت بعض المكونات والمنظمات تتداعى للإشهار عن نفسها لعلها تجد من يسمعها ويسمع رؤاها وطرحها للخروج بالبلد من دائرة المواجهات المسلحة. في هذا الإطار تم صباح اليوم تدشين حملة سلام لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. نحن عبارة عن مجموعة من الشباب منظمات المجتمع المدني والشباب الناشطين من مختلف المحافظات الجمهورية اليمنية، حبينا أن نحن نساهم في حل المشكلات التي حصلت في البلد والانفلات الأمني وشبه الانهيار الذي يحاصل الواقع الآن نتيجة الأطراف السياسية وعدم ثقتها في بعضها البعض، فأنشأنا هذا التكتل الذي هدفه تنفيذ حملة سلام. حملة سلام عبارة عن حملة مناصرة تهدف إلى الضغط لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة، الضغط على الأطراف السياسية من خلال جمع أكبر عدد من الأصوات الشعبية التي تطالب بتنفيذ الاتفاقية وإيصالها إلى جميع الأطراف السياسية. المنظمون للحملة أعلنوا عن أهدافها والآلية التي سوف ينتهجونها لتنفيذها. المرحلة الأولى عبارة عن توزيع استمارات وجمعها في كافة المحافظات، تجميع أكبر عدد من الأصوات الممكنة من أجل إيصالها إلى المسؤولين ومن أجل تشكيل حشد شعبي يستطيع الضغط على كافة الأطراف السياسية لتنفيذ ما قامت بالالتزام به في اتفاق السلم والشراكة الوطنية. التكتل الشعبي للسلام المتبني للحملة أوضح في بيان التدشين اليوم أنه جاء نتاجا لعدم التزام الأطراف السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار وأيضا اتفاق السلم والشراكة الموقع مؤخرا. إن عدم الالتزام بتنفيذ تلك الاتفاقات التي تفاءل بها جميع أبناء الوطن حتمت علينا إنشاء التكتل الشعبي للسلام ككيان مؤقت يعمل على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمكونات السياسية، هدفه ممارسة الضغط الشعبي على تلك الأطراف
لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. يتمنى الجميع أن تجد مثل هذه المبادرات طريقها إلى حيز التنفيذ، خصوصا وهي لا تطالب بالمستحيل، وإنما باتفاقيات موقعة من قبل الأطراف المعنية والمتصارعة على الأرض. رضوان السماوي، حصاد السعيدة. واصل فنان اليمن الشاب وليد الجيلاني تألقه في مسابقة أرب أيدل على شاشة الام بي سي وفرض تألقه بجدارة واقتدار بعد تصدره أمس إلى النهائيات بنسبة تصويت عالية. وكان المتسابق وليد الجيلاني في حلقة أمس قدم مقطع من أغنية لمن كل هذه القناديل للفنان الكبير أيوب طارش عبسي، وذلك عبر أبريت غنائي تغنى به كل زملائه المتسابقين بمقاطع غنائية تتحدث عن أوطانهم. هذا وتواصل اللجنة الإعلامية لدعم ومساندة نجم اليمن الفنان وليد الجيلاني دعوتها لكافة محبي الجيلاني إلى التصويت له بكتابة وإرسال الرقم 5 على الأرقام المخصصة لكل بلد، حيث وأن هذا البرنامج المسابقاتي يعتمد على التصويت الجماهيري. أعود وأذكر بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يلتقي رئيس الوزراء خالد بحاح ويدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة. الحوثيون يسيطرون على مدينة يرين بشكل كامل، وأحزاب اللقاء المشترك تطالب بسرعة تشكيل الحكومة وتدين اقتحامات منازل المواطنين. مسيرة في الحديدة تطالب بخروج المسلحين من المدينة، وتعز تعلن رفضها للجماعات المسلحة وتطالب الدولة بالحضور وبسط النفوذ. طابت ليلتكم في أمان الله.